السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ الصحة لاباس؟ كلشي مزيان؟ اليوم عاود جبتكم واحد الشهيوة أخرى. اليوم عاود مشيت من السوق جبرت بقولة موجودة، البقول دابا موجود، دابا اللي بغى البقول يستغلو دابا. أنا قلت لنا غنعدلو كيكة ونعدلو شي حاجة أخرى، عدلو دابا هاديك شي حاجة اللي موجودة دابا ناكلوها. مزيان جيت معجبتش، شريت واحد القبطة ديال البقول وغادي نعدل البقول بالكامبا. الكامبا خواتنا الداخل كيقولو لها كروفيت وكيقولوا البقوله، حنا كنقولوا بقول. غادي نعمل غادي نعدلها بالكامبا، غتجيكم واحد الحاجه غريبه بالحق، كتجي فنه، كتجي غزاله، اللي عمره ما قتل بقول غادي ياكلو. دابا انا جبت قبطه بقول باقي ما غسلتها ما حتى شي حاجه، انا غنوري الناس المبتدئين اللي ما كيعرفوش. هاد البقال هادي اللي مجدوده هكذا كنقطعوا ولا كنقيوها، كنزولوا لها درويصات، هادو درويصات باش ديك التراب اللي كيكون هنايا كيحيد. كنعملوها في الماء، كنعملها في الماء، كنعملها الغسله الاولانيه والغسله الثانيه والغسله الثالثه، كنعملها شويه ديال الملحه وشويه ديال الخل، كنرقد فيهم بقول باش الا كانت شي حاجه شي ميكروب اولا شي حاجه كيزول بديك الخل والملحه. كنخليها واحد شويه ديك البقول هيدا خضراء انها مزيان، غسلتها مزيان شي 7 د المرات الغسيل فيها التراب ما كيبغيش يزول. غسلتها مزيان، غسل وعاود غسل وعاود، اما خاصها انا قلت لكم عملت لها شويه الملحه وشويه الخل باش كتزيد التصفير. هذا الطريف ديالنا غنوري الناس المبتدئين اللي ما كيعرفوش، كتجيهم بقوله صعيبه وداك الشيء، هذه ساهله ودغيا كتوجد شويه ديال الغسيل، شويه ديال الغسيل وصافي. الطريقه اللي غنعملها انا غتعجبكم بزاف، ما تحتاج بخار، ما تحتاج حتى حاجه، وكتجي مزيونه مزاله، كتجي جديده مع الكامبا وديك الشيء، مع دابا تبارك الله البقول موجوده. احسن تاكلوا البقوله دابا وما عارفين الفوائد ديالها ديال البقول. ما شحال هذه كانت ما كتخطر حتى دار البقوله الوقت ديالها، دابا ناس كبير ما بقاش ياكلوها بزاف. الموسيقى الماضي كتقطع دغيا، انا دابا تبارك الله هي شاربه الماء دغيا، نسالي سالينها واخا ماشي ولا بسكيت واه يا مي كطير كت يا بيتا كترجع كتعجن. صافي حنا نجيبو الكوكوت، غادي نجيبو الكوكوت، ما عندنا حنا ما نبخروها ما والو، غادي نجيبو الكوكوت. البقوله ديالنا كامله، نعمل الكوكوت، غنعملها شي رقامه وديك الشي دابا، دابا غنعملها هكذا. اللي باغي يخلي بوطه حانيه، بوطه حانيه، باغي حنيله، ما يعمل لها حتى حاجه، ما يعمل لها لا ما لا والو. واللي باغي نزرو فيها خصها طيب له دغيا، يعمل واحد نص كاس د الماء. انا غنعمل نص كاس زيت العود، نص كاس زيت العود. اللي باغي يطيب له دغيا يعمل نص كاس د الماء، واللي باغي بوطه حانيه ما يعمل لا حتى حاجه، لان بقول كطلق الماء. غادي مش حاجه دريج ديال الثومه فوق منا، وغادي نقطع هذا القزبور، قزبور قطعوه راه هيدا واخا كبير، نقطع شويه د القزبور. غادي نعملو فوق منا صافي، غنشد الطنجره ديالنا، غنعمل شويه د الملحه، غنعمل شويه د الملح، وغادي نشد الطنجره ديالنا وديك الساعه نوري لكم كيفاش شنو غادي نعملها في الاخر. عندنا القزبور وشويه واحد جوج دريسات د الثومه، جوج دريسات ديال الثومه، عندي هنا زيت العود، انا كنطيب عيب زيت العود، صاريا البقوليات وديك الشيء خصهم زيت العود، نبدل زيت العود. دابا غنعملها شويه ديال التحميره، شويه الفلفل الحمراء، غادي نمتها البقولة في الحمر من مرة واحدة. البقولة هي عندي، هي زودت لها مغطى، هي شتوها مغطى فيها صغيورين، غادي
دابا عطا انا من الكيمون من غير فاس صغيرين ديال الكيمون كيبقى ديك المذاق ديال الكيمون. هذه حتى الجمبري نملح شويه وصافي ماشي بزاف. شويه ديال الابزار هذه ديال لاصوص ديال الجمبري. هذه واحد مغيفه ديال الابزار البقوله غير فاس غير الابزار. عندي هنا شي حاجه ديال الثومه يابسه. هاد الثومه عدلتها بيدي ان شاء الله دابا نشاركها معاكم. انا كتحمق نملح شويه نزيد واحد شويه الثومه ديالها حتى هي من البقول البقوله كتكلتي يعني تبارك الله بحال اللي بخرتيها وداكشي مبخره ما والو ها فيها لا مالح حتى شي حاجه. دابا غنبقى معاها هكذا حتى تشحر لي مره تشحر مره كتبقى الفيتامين ديالها فيها وكلشي ما كيمشيو مع التبخير ما حتى حاجه كلشي كيبقى فيها. جربوها كتجي غزاله فينا وسهله ما فيها شي تمارة بخار وعاد شرمال وعاد كتجي سهله. هادي لاصوص نخليوها شي زيت تحرق وداكشي شويه سخون. دابا غنعملو لا بروفي ديالنا الجامبا ديالنا غنعملوها غنعملو الجامبا دابا نخليوها نطيب عليها نتوما تعرفو الجامبا مكديش طياب بزاف غير شويه ساعة نوريكم شنو غادي نعمل. صافي هي واجده شوف كتجي مقليه تجي مقليه تبدا تلصق في القاع. انا بغيت نزيد هاد الزيت حيت الكامبا عندي فيها الزيت زايده. دابا كنبداو خويا فيما بغينا حنايا حنايا اللي بغينا كل واحد نعملو له الطبيصه ديالو كيجي مزيون كل واحد بالطبيصه ديالو. بغيتي تعملوها في الطبسيل الكبير عملها في الطبسيل الكبير كل واحد كيما بغى يعملها. انا غنعملها هنا في الطويجنات ديالنا توجدنا تشجعوا الصناعة التقليدية مساكن حتى هما ربي يعاونو. هي كتجي غزالة ونتمناكم تجربوها كتبقى في كلشي ديالها فيها. صافي دابا حنا عدلناها دابا غادي نقولو لها هادي عمرو ما ياكلها غياكلها غزالة كتجي جديدة كتحمق. هذيك النسيمه ديال الكامبا وديك الزيت تلعب فيها وتفوق منها عيدك فوق البقوله فوق البقول كتجي غزاله. نتمنىكم تجربوها كتجي فنه. الريحه ديالها طالعه كتحمق سمحوا لنا كنتهيوكم. نتمنىكم تعدلوا الحمد لله الكامبا موجوده دابا موجوده تبارك الله البقول موجوده. ها هي البقول ديالنا واجد ها هو موجد من جوج طويجنات حنايا بجوج بينا اللي بزاف كيعمل طويجنات كل واحد يعمل الطويجن ديالو كيجيو احسن حسن مثلا في طاجين كبير ولكن سبب دي كونتينا ما بغيتي تعملو غير في طاجين مثلا بحال هيدا صغير واحد الطبيصل ديالو بحال شليضه بغيتي تعملها في الطبسيل الكبير وكل واحد يهز ديالو داكشي انتينا هذيك ديالك. انا كتعجبني هيدا الصناعه التقليديه وداكشي نعمل فيهم البقول والحوت ولا داكشي كيعجبني في الطويجنات. وغادي نعمل معاها واحد نعمل معاها واحد الشلاضه وهاد الشلاضه المره الجايه ان شاء الله غادي نعمل انا نقدمها معاكم. هذه الشلاضه حلوه شلاضه دراوز حلوه فيها شي مكونات نخليهم شي حاجه غريبه ان شاء الله حتى نشاركها معاكم ونقول لكم باش معدله. وصحتكم ودعيوا معنا بالصحه والعافيه.